فيكم، اهلا وسهلا فيكم احبابنا بقناتكم قناة بقمة الشهية. اليوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، حبيت انزل اطلع هيك بك عندي ناقصني كم غرض، حبيت انه اجي على هيدا المحل هون بساحة النور. اكيد بتعرفوا الثورة اللبنانية صنعاني وفيها هاي ساحة النور، هون صارت الثورة. حبيت انزل في محل هون بمدينة طرابلس، طرابلس جنة لبنان. حب انزل وشوف بضع انا وياكم. خلونا ننزل. هيدا هو المحل. واليوم سبحان الله، اليوم أول يوم بالسنة، إن شاء الله ينعاد عليكم على الجميع، على أحبابكم، على كل الناس بالصحة والعافية. وإن شاء الله هاي السنة تكون أحسن من سنة 2020 اللي كانت متعبة بالنسبة لكتير ناس. وهلأ أنا اليوم، حتى اليوم الجمعة، يعني اليوم هلأ وقت حيجي وقت الصلاة. زوجي راح على السوق، انا عم فكر يعني هلا اشتري كم غرض من هون والحق على السوق. وهيك كمان صحيح بعرفكم على خالد زوجي، وان شاء الله خير. وكمان لازم الحقه لانه خالد اذا فات على السوق يعني معناته انه شو ما كان شايف بده يشتري، ما انه الشيء اللي انه مثلا اللي بيلزمه انه يشتري، لا اي شيء بيطلع قدامه ممكن البياع يغري فيه خلص يشتري. فالحمد لله اتصلت فيه وعرفت وينه هلا بالضبط وجاي لعنده. واول شيء بعد ما التقينا قلت له انا جوعانه، وامتك تعزمني؟ قال لي على المغربيه. واكيد اكيد اكيد المغربيه يعني على ذوقه هو، يعني مغربيه الدبوسي. هدول الجماعة مقصلين بهيدا الموضوع. بقال لي انه بدي اعزمك عليه، اول شغلة راحة نفسية لانه من التراث، وتاني شغلة انه هني لقمتهم طيبة. بقى حنجرب حاسمع كلمته، يعني انا عادة عزوقي الغدا، هالمرة لا، على ذوقه هو. حبيت فوت وشوف وما زعله، يعني اختار الغداء عزوه. يلا مغربي مغربي، وين المشكلة؟ بنشوف. وعن جد خالد من النوع اللي نفسيته كتير متواضعة، يعني بيحب الأكل الطيب لو شو ما كانت، لو كان بطاطا مقلي بيحب الأكل المتواضع. وعلى فكرة أنا ويا بنتوافق على أنه الأكل الغربي ما كتير ما بنحبزه كتير، يعني اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله، هي المغربية أصلها طرابلسية ولا لا؟ من المغرب، من المغرب العربي تقريبا. انتم ما شاء الله قديش صرتوا معكم؟ فوق 100 سنة. ما في تحديد أي سنة بالضبط؟ لا والله، فوق 100، أكثر من 100، أكثر من 100 عن جد. يعني هي متوارثة، متوارثة أبا عن جد، ما شاء الله. هون السوق البروفنسي القديم تحت الألعاب. السلام عليكم. احنا هون عند الدبوسي، ملك المغربية بطرابلس، مشهور بالمغربية كثير كثير ما شاء الله. قدم من طرابلس القديمة، طرابلس مدينة العلم والعلماء. هاي ايوه هذا على انت يا هذا النوع، يا هذا غير لانه طلع هذه التوصيله او حي عمله هيك او شو بده هيك بشكل. ايوه بس هو اجمالا هيك بيجوا. صح انا من هذا شو بدك نعمله ساعتها؟
حجر المحل قد ايه له تقريبا؟ بلادوش 50 سنه تقريبا. ما شاء الله، يعني ابا عن جد هيدا المحل. ما شاء الله. وبتفصلوا تفصيل هون؟ طبعا صناعي شغل ايد. ما شاء الله. شو اسم المحل هون؟ اللي هو معروف برب ياسر ال مشرف، هيك كل العالم بيعرفوه. سبحان الله. هو ابو احمد الصيه عبد القادر. سبحان الله. على عينه وعلى راسه. ايه اخذت ال خالد شو اسم المحل؟ ربي يسأل ألم نشرح. حلو هالاسم عن جد، حلو هالاسم. شو في العمارة الإسلامية؟ ما شاء الله. لك هذا شباك إسلامي، هذا شباك بلش تغير. حج هيدا السوق شو اسمه؟ السوق شو هون؟ هيدا سوق السمك. سوق السمك. هيدا سوق السمك. هيدا فان خياطي. هيدا الزي لبناني قديم. شو اسم هذا المحل؟ محل رقية. زمان صح؟ قديم قديم. الخان قد ايه على علمك قديش قديم؟ 700 سنة تقريبا. من 80؟ حتى هاي المصلحة هاي ما بتكون أبداً. بتورك بعض البعض. بس بتتحدث. تطور حسب الزمن. صحيح صحيح. ما بده يوفي الشغل وقطع روحه. تعمل جملة. صحيح. تغير. حجة حجة جمال. ما شاء الله. هيدا اللي فوق شو بيسموه؟ هيدا اللي زي طنطور. طنطور اللبناني القديم. حلو ما شاء الله. انتو بتفصلون هيدول؟ اي نعم. في عملية ولادي سكوني. بس كله هيدا من التراث اللبناني. من هادي تراث لبناني. ما شاء الله. انا عندي كذا عبايه من تراث لبنان. نعم. مبين هيدا للزيد وهيدا تقريبا للمشايخ.
نعم صحيح صحيح ما شاء الله. هاي اكسسوارات لزوم التياب صح؟ ايه ما شاء الله سبحان الله. ها محلات رقاية عندنا فرع ابو سمك عندك في فرع تاني الهم ما شاء الله. محلات رقية ما شاء الله. هيدا ولادي هيدا اللي هون ما شاء الله ما شاء الله. ايه عندكم رجال صح؟ قد ايه سعر الرجال تقريبا؟ هون طرابلس القديمة. هذه منطقة ظهر المغر. المنطقة اسمها ظهر المغر، كان كلها مغاغير قديمة أيام لما كان النهر أبو علي قعدوا على حاله من أيام الدولة الإسلامية. وصار هلا ظهر المغر. صار بنايات والحمد لله. هذه قلعة طرابلس. هذه هي طرابلس، هي القلعة هي طرابلس، هذه القلعة هي القلعة الإسلامية اللي عمروها المسلمين يعني، هي القلعة. هذه كانت طرابلس 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 الشام كلها تحت القلعة. يعني لا في ميناء، الميناء كانت بعيدة كثير عن طرابلس. هذه كبيرة من جوا؟ كبيرة كثير كثير. إن شاء الله شو مرة بدنا نفوت عليها نصورها من جوا. هيدا نهر أبو علي بيقولوا في صار في طوفة أو فيضان أو ما بعرف. نهر أبو علي لك كان سنة 58 راحت العالم. راح في كثير راح قتلى جدا جدا من يوم أنت تأسس النهر وغيره. هذه مدارس إسلامية تركية عليها مدارس. هي مدرسة تركية؟ أيوة. طرابلس فيها كثير عمارات إسلامية. وهلا من بعد ما تغدينا وتسوقنا وخالد جاب اللي بده اياه، هلا صار من حقي انا كسدري شوي واتدلل شوي واقول له شو جاي عبالي. هلا انا الصراحه ما بعرف شو جاي عبالي، انا ما بعرف، بس قلت له انه حب اكل شيء حلو يعني. قام قال لي في حلاوه الشميسي، رح اعرفك عليها وعرفك على صاحبها، خلونا نشوف هيدي الحلاوه الشميسي وندوقها. هو هن اساس الشميسي بطرابلس، بيقولوا بيت الشبان هي. انا لا شفت بدبي، شفت بدبي عم يحكوا عن الشميسي على اليوتيوب. على اليوتيوب صح مزبوط مزبوط مزبوط. ما شاء الله الحمد بالجزيره والله والله نسيت ما اجيب الميكروفون، كنا حطينا لانه الصوت كثير واطي. هم طيب اهل الشميسه. هيدي الشميسه تقريبا هي هون. لا هيدي غير حلقون، هيدي طعمات غير حلقه. ايوه على ايدك تغري ما هيك؟ لا لك جاهزه ما شاء الله. طيب عمال نعمل مع هيك بعدين نحكي بالموضوع. قد ايه الكيلو؟ 22 يوم 22 22000 عملنا قد ايه بناخذ؟ المهم انه ناكل هلا. أسس المصلحة والله جده للوالد. جده للوالد الله أكبر. قد إيه قديمة ما شاء الله. لكن عمره بالقديش؟ يعني هو أخذ شهادة فيها عام 1875. 1875 1875 على الميلادي. ما شاء الله. إيه نعم شهادة موثقة. أخذ شهادة. حدا قدر يقلدكم يعمل شميسة؟ لا أبدا أبدا. هيدي يعني حصريا لبيت الخدام محصورة بعيدة. ما شاء الله. وبطرابلس فقط ما في إنه بغير بطرابلس بس بس عايز نبات. نعم. حداد هن الشميسي. ما فكرت تعمل كل المحافظات مثلا فروعة؟ هلا في فروعات بيجوا يعني اي حدا بيجي، اي حدا بيجي على طرابلس خلص بده يجي على الشميسي بالضبط. اي نعم. يعني بنبيع منها بالجمله محلات الحلويات. نعم انا عم اقول لك شفتها بدبي، شفتها على قناه يوتيوب، شفتها بدبي عم يعملوها وعم يحكوا انه هيدي طرابلسية فقط يعني حصرية لبيت الحداد. بالضبط. فهم سبحان الله. معك حق تقول لي انه بدي طعميك اكل. المحل حلويات بيعمل نعم.
من اكبر محل اصغر محل ياخذوها من عندنا ومن عند عمك. اه ابدا ما بيعملوها هن، يعني انتم بتقطعوا. لا لا هن بيعملوها بيت حدد. قلت لك حبوا يعملوها. ابو شو انت ما شاء الله؟ ابو عبيده. قلت لك الاخ ابو عبيده هذا صاحبنا، وهن شميس، هن طرابلس، هن كل شيء. نعم نعم ان شاء الله. عن جد يعني ما شاء الله. بس شكلكم كمان يعني بتعملوا حلقوم، في اشياء كثير كمان ما شاء الله. عندنا من نحن جميع الاصناف، بس هيدي محصوره بعيدتنا مختصين فيها. نعم ان شاء الله. عم تعلم ابنك انت اكيد. مش بقول لك ندسر ال ما حدا يتعلمنا يحلف يمين ما يعمل غيره. لكن الله يكرمك ما شاء الله. لا والله ما بقبل. والله ما بقبل. لا والله انت غالي بس انا ما بقبل. الله يبارك فيك. هلا من بعد الغداء والشرو واشترينا الشتريات اللي بدك تشتريه، شو حابب تعمل؟ بس عندك اشياء بدك تشتريها؟ والله بس عندي كم غرض جبل. الصيدلية ما بدك تشتري الدواء؟ انا اليوم حبيت اخذك معي على طرابلس القديمه، حبيت زورك طرابلس القديمه، طعمتك من عند محل مغربيه، المغربيه الطرابلسيه اللي اصلا مغربيه، يعني اصلا من المغرب العربي، اجوا فيها المسلمين على هذه البلاد، على مدينه طرابلس اللي هي من اقدم المدن على الساحل البحر الابيض المتوسط. طرابلس المدينة العلم العلماء. حبيت طعميك مغربية اللي عمر صاحب المحل يعني متوارث أبا عن جد فوق 100 سنة، ورجعت خدتك لمحل تاني تحليكي كمان. طب جا عملك كاخدني على خان الصابون. إن شاء الله إن شاء الله في إن شاء الله مرة تاني، بس هلأ اللهم صل محمد خدتك على حلويات. واليوم كمان دي الوقت الجمعة لنا. نعم يوم الجمعة صلينا بجامع محمود بيك اللي عمره كمان ما شاء الله عمره بالمئات السنين، يعني أيام دولة الإسلامية على أيام العثمانيين ما شاء الله. وخدتك رجعتك على الإبة وحليتك من حلويات الحداد، حال حداد حلويات الشميسة. نعم. اللي ما شاء الله كمان أقدم الحلويات بطرابلس. حلو. هي مشهورة حصرياً بآل الحداد، هذا النوع من الشميسة محصور بآل الحداد. حصرياً بعدهم أباً عن جد للولد لولد الولد. بعدهم كمان 100 سنين عمرها. حلو. إن شاء الله. وخدتك من رأتك على سوق الخياطين كمان. عن جد بس في سوق الخياطين أشياء بنغني تراثية قديمة. نعم نعم. تعرفت على الطنطور يعني شخصياً، يعني أنا كنت طول عمري أشوفه. بس يعني صرت عن قرب شفته. نعم الطنطور هو من اللباس الاسلامي القديم. تذكر الممثلات القدم اللبنانيه. نعم رجعوا اللبنانيه. نعم بعلبك وليش اسمه هيدا بتاع الرجال الطربوش. نعم الطربوش الطنطور. هذا اللباس كان تلبسه يعني السيدات اللي سيدات المرموقه. نعم سبحان الله. كانوا يلبسوا السيدات اللواتي هن الحسنوات، يعني يعتبروا حالهم شغله، فانا يلبس الطنطور. بس انا هلا مرقت لك المغربيه بطرابلس، بدي اياها بالمغرب العربي. نهارنا متعب جدا جدا جدا. انا جيت كان وقت عصر، صليت العصر ونمت على المغرب، قمت صليت المغرب، بعدين قمت عملت عشاء وتعشينا، وزوجي من بعد كل هالنهار المتعب عمل دوش وقعد على التلفزيون، وحرام انه كتير تعبان كان عن جد. اكتر ملفينا سوقين تقريبا سوقين، وفي محلات انا كنت اقعد بالسيارة ما احب امشي، بس هو بيمشي كتير ما شاء الله. بقى كان كتير نهار متعب، انا قايمة اتفقد اشوف شو صار معه، كان عم يحضر على التلفزيون، هلا بدي اقوم شوفه واختم الفيديو هيدا، وان شاء الله يا رب يكون كل ايامكم خير بالسنة. هيدا اول يوم بالسنة، ان شاء الله يكون كل ايامكم خير، وان شاء الله السنة هيدي تكون احلى من السنين اللي مضيت، والاشياء اللي ما تحققت بالسنين اللي مضيت ان شاء الله تتحقق هلا، ونحن وانتم ان شاء الله الى الله اقرب باذن الله.
لظل فرض بعض الدول حظرا للتجوال، في حين شهد بعض الدول تجمعات يسعد لي هالمساء. شو تعبان؟ تعبان من المشوار اليوم؟ والله يعني شوي الحمد لله. شو عم تحضر؟ الأخبار الجديدة على برج خليفة الأطول في العالم. قلت لي تعبان من مشوار النهار. الحق عليك، ضروري تمشيني كل هال، فيني اقعد هون؟ ضروري تمشيني كل هالمسافة هيدي. ما بقى. وهلا صار لازم اختم الفيديو من بعد هيدا النهار الطويل، من بعد ما عرفتكم يعني ولو بشكل بسيط بسيط على أسواق طرابلس أو جزء منها. حبيت يعني أنا هيك حبيت شارككم مشواري اليوم، وإن شاء الله يا ربي يكون عجبكم. على كل حال إن شاء الله ألقاكم على خير بطبخات جديدة، وصفات جديدة إن شاء الله مع هي بداية السنة الجديدة، ويا رب نقدر نعمل شيء حلو ونتعلم مثل ما قلت لكم سابقا، نتعلم أنا وإنتو طبخات جديد. وإذا عجبكم الفيديو إن شاء الله يا رب يعني يعجبكم، إن شاء الله يا رب يعجبكم. ما تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. مع تحياتي سينيو أويت.